السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. غنتشارك معاكم هذا الماسك الخطير والرائع جدا جدا للشعر، كيغذيه خصوصا اللي شعرها حرش وناشف ومتقصف ومتضرر. جمعتهم لكم كاملين، زوين زوين صراحة. يعني أنا مجربة حاجة اللي مجرباها كنشكرها، وأنا واثقة في راسي عارفة أشنو كاين، والحاجة اللي ما كنجربهاش كنقول لكم راه سمعتي عليها. أما هذا أنا مجربة، وبالضبط مجربة هذا ديال نواة كوكو. هاد ماشي هذا راه كتشوفوا أي واحد كنشد لكم عليه باش تعرفوه ديالاش. هذا ديال الصفار وجوز الهند. وانا ماشي هذا اللي استعملت، انا هذا اللي استعملت هذا المارو، هذا البني، هذا يعني راه غذاء بصح نيت للشعر كما هما كاتبين. يعني الا جربتوه غادي يعجبكم. هذا ديال جوز الهند والماكاديميا، هاد الماكاديميا هادي راه مزيانه للشعر كتغذيه. المهم الا دخلتوا وبحثتوا عليها راه تعرفوا المزايا والفوائد الكثيره ديالها بالنسبه للشعر. هذه ديال الباباي حتى هي والريحه غزاله، والثمن بطبيعه الحال راني شاده لكم. راهي شفتوا الباباي واملا، كله حمام زيت يعني ماسك. هذا حتى كتغسلوا الشعر بالشامبوان مزيان مزيان، وعاد باش كديروه على شكل ماسك كتخليوه بما غسل درتو الصابون ولا جيل دوش ولا هذه، وكتوليو كتشلو شعركم منه. يعني ان كيعطيكم واحد النتيجه اللي غادي تعجبكم. وكما كنعرفوا انا سبق وتشاركت معكم واحد شامبوان خطير للشعر الناشف والجاف، ولكن كي خاص من 3 شهور كنهرسو، ولو يكون عجبنا الشامبوان ولو يكون عجبنا الماسك ولو يكون عجبنا الديميلور كنهرسو من 3 شهور بشي حاجه اخرى، وعاد باش كنوليو نرجعو لهداك اللي كتكونوا انكم ولفتوه وعطاكم نتيجه زوينه. وشوفوا حتى هاد الغسول، هذا بان ليا جديد ديال هاد لاكام هادي من الفيتامين سي، وانتم عارفين ان هاد الفيتامين سي يعني كيكون عنده واحد الدور كبير في التبييض ديال البشره وفي الاشراق ديالها واللمعان ديالها. وبان ليا هذا زوين، والثمن ديالو يعني زوين 90 درهم بالمقارنه مع الكونتيتي ديالو راه كبير البنات. يعني هيدي ليكم وغتنساو وليت انتباهي انه كاتبين عليه يعني الاطباء ديال الجلد كي نصحوا به تما، حيت مكتوبه ترونسبارون ما بيناش مزيان، مي في هاد الغسول هذا تا هو ديال الوجه راه باينه. شفتوها تم اختبارهم من قبل اطباء جلد، يعني تيستوه ولقاوه انه راه مزيان للوجه. هذه اكليرسيسونت، هذه يعني واحد الكريم ديال التبييض ديال البشره بالموادبه بطبيعه الحال، راه ماشي من مره وجوج وثلاثه الا خديتوها. انا ما مجرباهاش وانما غير قريت هذا الشيء اللي فيها، عجبني المكونات ديالها وداك الشيء اللي مكتوب عليها، يعني كتبان انها مزيانه. الثمن في متناول الجميع 35 درهم، يعني وخداو منها البنت اللي كاينه تما شكرتها ليا مزيان مزيان، وان كيقول لك عينك مزالك كيبان ليا الناس كيهزوا فيها كياخذوها، كتبان انها زوينه نضاره قويه قال لك للوجه. وهاد لاكام هادي انها مشكوره، يعني ما هنحتاجش انا نشكرها ولا هذه مشكوره. انا عاد انتباهي انا بغيت نشارك معكم الماسك ديال الشعر، وتنتباهي هذا الغسول اللي بالفيتامين سي اباز ديال الفيتامين سي تشاركته معكم. اللي محتاجاه ومحتاجه غسول الوجه ديالها تجربوا علاش لا، و100% اي حاجه فيها الفيتامين سي فكوني على يقين انها هتكون مفيده للبشره والوجه. وكان هذا الفيديو خفيف ظريف، نتمنى انه يعجبكم. انا جيت للكارفور وبان لي هذا الماسك، قلت خلينا نتقاسم معكم ونشارك معكم بما انني مجرباه وكيعطي نتيجه زوينه، وخصوصا اللي شعرها ناشف بزاف غادي يعجبها مزيان مزيان.
وهذا الشيء اللي كاين. نتمنى يعجبكم الفيديو، نكون خفيفه ظريفه عليكم، وكنقول لكم الى اللقاء وفي فيديو قادم ان شاء الله وبحول الله. ما تنسونيش من لايك من البارتاج من الدعم. الى اللقاء فيديو قادم.